يعطيكم العافية شباب، يعطيكم العافية، رحب فيكم من جديد. إذا عم تسمعوني عملوا لي كليك على الشاشة. أوه كم كليك على الشاشة. طيب يعطيكم العافية، يعني ظاهر صار في هيك التأخير، هذا شغلة بسيطة. نحن اليوم بدنا نكمل الكاش فلو ستيتمنت. الكاش فلو ستيتمنت واحد من الدروس المهمة جدا. في عندنا مسج من الأخ، الأخ حسام عنده الفطور بعد 60 دقيقة. يا سيدي يلا يا سيدي، على خير إن شاء الله. نحن الدرس الماضي إذا متذكرين أخذنا الكاش فلو ستيتمنت. طبعا أنا راح أحابط فيكم، بس هلا بدي اشتغل اوديو بس. برجع برحب فيكم شباب. نحن اليوم بدنا نعطي درس الكاش فلو ستيتمنت، نكمله. طبعا درس الكاش فلو ستيتمنت واحد من اهم الدروس ومن اجمل الدروس. حكينا الدرس الماضي بانه الكاش فلو ستيتمنت بتتالف من ثلاث اقسام رئيسيه: الكاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز، والكاش فلو فروم انفستنج اكتيفيتيز، والكاش فلو فروم فاينانسنج اكتيفيتيز، سي اف او، سي اف اي، وسي اف اف. حكينا بالدرس الماضي، وهي شغلة رح نرجع نأكد عليها بهذا الدرس، بأنه كل التغييرات تقريبا بنسبة أكثر من 95% رح تنعرف كيف نعد الـ CFO والـ CFF والـ CFI. التغييرات اللي بتصيب الـ Current Assets والـ Current Liabilities هي العلاقة بالـ Cash Flow from Operating Activities، لأنه الموديل تبع أو النموذج التشغيلي تبع الشركة قائم بده يكون على بيع الموجودات، عفوا، أو على بيع مواد معينة، وبالتالي هي المواد تشغيليا بتطلب انه يكون في عندنا current assets و current liabilities. لذلك تغيرات ال current assets وال current liabilities هي اللي بتشكل cash flow from operating activities. شباب بس انا ما رجعت اتأكد منكم اذا سمعانيني، بس كليك اذا سمعانيني بليز. اوكي طيب طيب. هلا ومثل ما حكينا ال fixed assets، اي التغيرات اللي بتصيب الفيكست اسيتس هي كاش فلو فروم انفستنج اكتيفيتيز، واي تغيرات بتصيب اللونج تيرم لايبيليتيز والشير هولدرز ايكويتي هي العلاقه بالسي اف اف. هلا حكينا المره الماضيه كمان، قلنا انه في عمليات بتكون عمليات غير نقديه، مثل عمليات استثماريه وعمليات تمويليه غير نقديه. مثل قلنا اذا اشترينا عقار من حدا اعطانا التمويل عليه، فبالتالي هو ما صار في تغيرات بالكاش، فهي العمليات ما بتاثر على الكاش فلو ستيتمنت، لانه هي ببساطه عمليات غير نقديه. وين بنلاقيها العمليات غير نقديه؟ اتفقنا انه بنلاقيها بالافصاحات اللي بتقدمها الشركه، بالفوت نوت والمعلومات الاضافيه. اخر شيء اذا متذكرين كمان من الشغلات اللي حكينا فيها، قلنا انه كيف بتعامل الاي اف ار اس والجاب مع الديفيدندز، مع الانترست، مع الديفيدند بيد والديفيدند ريسيفد، الانترست بيد والانترست ريسيفد، والانكم تاكس. اتفقنا كل واحد كيف بيتعامل معه، وحكينا بانه الاي اف ار اس بيعطي اريحيه اكبر من الجاب بهالمساله بالتحديد. هلا في عندنا شغله بس بسيطه هون، العنوان هون، العنوان هو الدايركت ميثود فيرسس الاندايركت ميثود. هذا العنوان طبعا اللي حاطينه احنا غير صحيح، بدنا نسكر عليه. طيب حسام في عنده سؤال، تفضل اخي حسام. ولا يهمك. إذا نحن في عنا بدنا ناخذ حتى نعد الكاش فلو ستيتمنت في طريقتين أكيد كلنا سمعانين فيهم. في طريقة اسمها الدايركت ميثود وطريقة اسمها الإندايركت ميثود. هلا هون نحن حطينا بس بهالثلاث قوائم مقاربة بين كيف نحن بدنا نشتغل. أول شيء نحن بنعرف الإنكم ستيتمنت، حد بس علم على الإنكم ستيتمنت.
ليش ما عم تشتغل ال فارا الانكم ستيتمنت هون بتبدا طبعا مثل ما بنعرف نحن بالسيلز بنطرح منها الكوجز بيطلع عندنا الجروس بروفيت بنطرح الاس جي اند اي بيطلع الاي بي اي تي بيطلع بنطرح الاي بيطلع الاي بي تي بنطرح التي بيطلع النت انكم فاذا الانكم ستيتمنت قائمه على السيلز مطروحه من الكوجز بعدين بنطرح السيلز هي المبيعات الكوجز هي كلفه هي المبيعات الاس جي اند اي هي التكاليف الاضافيه اللي ما مرتبطه بالمبيعات والانترست هو الفوائد اللي بندفعها بناء على هيك التمويل تبع الشركه والتاكس هي حصه الدوله بالضريبه بالاستثمار تبع المشروع هلا الدايركت ميثود بتشبه شوي الانكم ستيتمنت كيف بنحسب الكاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز على الدايركت ميثود هلا بيهمني بس اقول شغله انه الدايركت ميثود والاندايركت ميثود بيختلفوا بس بحساب السي اف او كاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز اما الكاش فلو فروم انفستنج اكتيفيتيز والكاش فلو فروم فاينانسنج اكتيفيتيز فما نفس طريقه الحساب ما في تغيير اذا الدايركت والاندايركت هي متعلقه حصرا بالسي اف او هلا مثل ما نحن حكينا بالانكم ستيتمنت راح نحكي على الدايركت ميثود نقول بانه الدايركت ميثود بتبدا بالكاش المحصل من الزباين اذا الدايركت ميثود بتبدا بالكاش المحصل من الزباين هذا بيقابل السيلز لاحظوا خلينا نحط مثل سهم السيلز حتى نحوله لكاش السيلز حتى نحوله لكاش بدنا نقول اللي بقابل السيلز هو الكاش المحصل من العملاء هلا الكوكس بيقابله كلفة البضاعة المباعة الكاش المدفوع للموردين هلا الاس جي اند اي بيقابله الكاش بايد فور اوبريتنج اكتيفيتيز والاي بيقابله الكاش المدفوع على الاي نحن بنعرف انه الاي بتحضر بناء على طريقه الاستحقاق او الاكرول بيسز فممكن يكون نحن سجلنا انه نحن علينا فائده لهي السنه بس لسه ما دفعناها ممكن ندفع بعد يومين بعد ثلاثه بعد خمسه بعد 10 فاذا الاي بيقابله الكاش بايد فور انترست هلا التاكس كمان نفس الشيء التاكس نحن نعرف انه التاكس ما كلنا نحن بندفعه ممكن ندفع جزء من السنه وجزء من السنه الجايه فالتاكس بيقابله الكاش بايد فور تاكسز طبعا بدك تسامحونا خبرنا الشباب هيك على السريع فما كان لسه ما كان لسه السلايدات جاهزة للعرض فإذا كمان هي آخر شغلة اللي علمته بالأحمر هي ما لها علاقة كل سهم بيقابل يلي عنده هلأ بينما الاندايركت ميثود بتشتغل بطريقة تانية تماما الاندايركت ميثود بتبدأ بالنت انكم راح نحط عليه سهم إذا الدايركت ميثود بتتسلسل مثل الانكم ستيتمنت بينما الاندايركت ميثود بتبدا من نهايه الانكم ستيتمنت بتبدا فورا من النت انكم نحن بنعرف انه هون محل ما انا بدي اشر مفروض يكون في عندي نت انكم ف الاندايركت ميثود بتبدا من عند النت انكم اول شيء بنقول نت انكم بعدين بنضيف كل المصروفات غير النقديه شو اهم مصروف غير نقدي عندي الديبريشيشن والامورتايزيشن ديبريشيشن وامورتايزيشن هن حسابات محسوب بناء على الكوست الوكيشن لكن بالحقيقه المبلغ اندفع قبل 3 او 4 سنين وعم باخذ ديبريشيشن هلا فلانه الديبريشيشن هو غير نقدي اذا برجع بضيف الديبريشيشن والامورتايزيشن الاستهلاكات والاطفاءات هلا بعدين بصير باخذ عناصر معينه رح اذكرها هلا بسرعه بعدين رح اذكرها وحده وحده باخذ التشينج ان ريسيفبلز باخذ التشينج ان ستوك باخذ التشينج ان اكاونت بيبلز اذا اي عنصرين من الميزانيه باخذ تغيراته طيب شو يعني هذا الكلام هذا الكلام رح يتضح معنا هلا لما نحكي بالسلايد يلي بعده اول شيء اذا في سؤال لهون شباب يا ريت تخبروني قبل ما اكمل شباب في سؤال اوكي محمد في عنده سؤال تفضل يا اخي محمد اوكي يا اخي محمد عفوا انقطع عندك النت من وين
اخي محمد، احنا كنا عم نحكي بانه كيف بدنا نعد قائمة التدفقات النقدية، فقلنا بدنا نعدها بطريقتين، دايركت ميثود والاندايركت ميثود. قلنا انه الدايركت ميثود، طبعا الدايركت ميثود والاندايركت ميثود بيختلفوا عن بعض بس بالكاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز، اما السي اف اف والسي اف اي ما بيختلفوا عن بعض. نحن هلا اعطينا اللمحة العامة كيف بدنا ننطلق لحتى نحسب الاندايركت ميثود والدايركت ميثود. على كل الاحوال نحن بس عم نقدم الخطة، هلا بدنا ننتقل على الامثلة العملية، بالامثلة العملية يمكن يتضح معك اكثر. بس حتى اقول لك انا كيف بدنا نبدا بالاندايركت ميثود. بالاندايركت ميثود بدنا نبدا من خلال النت انكم، نضيف الديبريشيشن والامورتايزيشن، وبعدين نشوف التغيرات بعناصر الميزانيه. شو يعني تغيرات بعناصر الميزانيه؟ اذا متذكرين نحن بهذا السلايد قلنا كل التغيرات اللي لها علاقه بالكرنت اسيتس والعلاقه بالكرنت ليابيليتيز راح تدخل معي ضمن السي اف او. هلا رح نكمل نحكي بالاندايركت ميثود. اول شيء انا ببلش بالاندايركت ميثود بالنت انكم. النت انكم اللي طلع معي من الانكم ستيتمنت ببدا فيه، فاذا طلع 50000 بحط 50000 كخطوه اولى. هلا هذا لكن النت انكم محسوب بناء على الاكروال بيسز وليس بناء على الكاش بيسز، فنحن بدنا نحوله من الاكروال بيسز للكاش بيسز. اول شيء لازم اطرح قبل ما احكي بالرقم 2، انا بالميزانيه عفوا بقائمه الدخل بسجل احيانا ارباح بيع اصول راسماليه او خسائر بيع اصول راسماليه. هلا ارباح بيع اصول راسماليه هي اني لما اجي بيع انا عقال من الاتي كلفتها التاريخيه او كلفتها الدفتريه علي اليوم 50000 بيع ب 60000، فانا بهالحاله بحقق ربح 10000. هلا هذا ال 10000 نحن ما عم نقول انه ما نربح وما عم نقول انه ما له كاش، بس نحن لازم نقول بانه هاي العمليه ما لها علاقه بالاوبريتنج اكتيفيتيز، لانه الشركه ما بتشتغل ببيع الالات، الشركه بتشتغل ببيع المواد لنفترض المنتجات، بينما بيع الالات لازم يشوفوا الانفستمنت اكتيفيتيز او الانفستنج اكتيفيتيز. اذا حتى انتقل بالدايركت ميثود لازم اذا كان في عندي اصول بيع او عفوا ارباح بيع اصول راسماليه لازم اطرحها، وإذا كان في عندي خسائر بيع أصول رأسمالية لازم ضيفها. طبعا احنا لساتنا عم نحكي بالخطة، بس ننتقل على المثال كي يكون الوضع أفضل. هلا رقم 3 لازم ارجع اضيف كل النون تشارجز، نون كاش تشارجز، اللي مثل شو؟ اللي مثل الديبريشيشن والمثل الامورتايزيشن. هلا باخر مرحله لازم اما اضيف او اطرح التغيرات بالحسابات تبع الميزانيه اللي بتاثر بالاوبريتنج اكتيفيتيز. اتفقنا شو الحسابات بتاثر بالاوبريتنج اكتيفيتيز؟ الحسابات بتاثر فيها هي الكرنت اسيتس والكرنت ليابيلتيز، كل الكرنت اسيتس كل الكرنت ليابيلتيز. هلا هون بقى بهالفقره هون بدنا نركز شوي. هلا انا لما يكون في عندي اسيت ب 100000 ببدايه السنه ويصير قيمته بنهايه السنه 110000، هذا بيعني انه الاسيت زاد، يعني في عندي انكريز بالاسيت. يعني انا دفعت 10000 زياده من الكاش تبعي حق هذا الاسيت. اذا انا عمليا الكاش اللي عندي قل ولا زاد؟ الجواب قل. بينما ناخذ الحاله المعاكسه، إذا نقص الأسيت، يعني كان عندي لنفترض أنا مخزون بقيمة 100000 دولار وبنهاية السنة صار مخزون بقيمة 80000، إذا أنا حررت من هالمخزون 20000 دولار، إذا انخفاض الأسيت بيعني مصدر أو زيادة بالكاش. الحالة بالنسبة تماما معكوسة بالنسبة لليابيليتي. لنفترض أنه أنا كنت متدين من زبون، من عفوا كنت متدين من مورد لإلي بضاعة ب 50000 دولار، بنهاية السنة صارت البضاعة صارت قيمة هذا الحساب بيني وبينه 75000 دولار، إذا أنا عمليا زدت مديونيتي منه ب 25000 دولار، إذا وكأنه زاد الكاش تبعي لأني ما دفعته ب 25000 دولار. إذا زيادة الليابيليتي هو سورس أوف كاش. بنفس الطريقة أكيد ديكريز إن ليابيليتي هو يوز أوف كاش. بليز صنوا فيها لمدة دقيقة وخبروني إذا في أي سؤال.
اذا زياده الاسيت هو انخفاض بالكاش، انخفاض الاسيت هو زياده بالكاش، زياده الليابيليتي هو زياده بالكاش، انخفاض الليابيليتي هو انخفاض بالكاش. اذا في سؤال شباب اسالوني بليز قبل ما اكمل. طيب واضح انه ما في اي سؤال. محمد تفضل اخي محمد. نحن كلنا بانتظار سؤال السيد محمد. يا ريت محمد توضح سؤالك، انا ما فهمت. زيادة الأصول أنت لحالك لازم تعرف، زيادة الأصول نحن هي الشكل عنا. زيادة الأصول شو تعتبر؟ زيادة الأصول تعتبر استخدام الكاش، لأنه أنا كان عندي مثلا آلات بقيمة 10 مليون ليرة بداية السنة، بنهاية السنة صاروا ب 15 مليون، إذا أنا عمليا وكأنه هذا بكافئ إني دفعت 5 مليون زيادة. طبعا طبعا استخدام للأموال. طبعا استخدام للأموال. طيب هعتذر منكم دقيقة بس لحتى يعلمونا واحد من الشباب. تفضل أخي محمد تفضل اسأل. حيعلمونا واحد من الشباب كيف نفتح مربع نص. أخي محمد كيف نفتح مربع نص نحن هون؟ مربع نص مشان تكتب فيه؟ مشان أكتب فيه. بس قول لي من وين؟ من البنت. تكست وبكتب قلبه. خلص 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 خلص. تمام. بتشكرك. بكتب قلبه عادي. تمام. شكرا جزيلا. أوكي. طيب هاي زميلنا السيد محمد. أوكي. طيب شباب هلا شو بدنا نحل هذا المثال نحن مع بعض. نحن هلا بدنا نقول لو سمحتوا يا شباب بدنا ان من معنا بهذا المثال قائم الدخل هون. لا 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 سوري. عندنا قائم الدخل هون، عندنا نص الميزانية اللي هي الاسيت هون، وعندنا الليابيليتيز هون. فنحن راح نبلش شوي شوي كيف بدنا نحسب الكاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز حسب الاندايركت ميثود. هلا اول شيء نحن قلنا راح نبلش بالنت انكم. اذا اول شيء هي النت انكم راح نبلش فيه. عندي 37500 كنت انكم. اتفقنا بالخطوة الثانية إذا كان في عندي أرباح أصول رأسمالية أو خسائر أصول رأسمالية في لها معاملة خاصة. أرباح الأصول الرأسمالية بدي أستبعدها من الربح، بدي أطرحها، والخسائر الأصول الرأسمالية بدي ردها. فإذا هل 10,000 هي عبارة عن ربح، فأنا لازم تكون إشارتها هون العمل اللي ده عمله سالب. معي شباب؟ طيب بليز شباب إذا ما عملوا لي كليك على الشاشة. طيب هلا اتفقنا بعدين بدنا نروح على نون كاش تشارجز مثل الديبريشيشن والأمورتايزيشن ونرجع نرده. هلا مثل ما تكون شايفين سيلز، بعدين كوست اوف جود سولد، بعدين ويجز، بعدين ديبريشيشن، بعدين انترست. اذا هالديبريشيشن هاي بدي ردها. الرد راح يكون باشاره موجب. وهي سهم عليها. هلا شباب بدنا نروح بكل ايتم لحاله بالميزانيه. رح كبر الميزانيه شوي لحتى تبين معنا. هلا
اول شيء العمليه كلها بهدف نعرف شو الزياده اللي صارت عندي بالكاش، واذا حساب الكاش حساب الكاش هون لا يدخل في عمليه الكاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز ولا له علاقه اطلاقا. اذا حساب الكاش هذا حنحط عليه خط وراح يكون حساب مؤجل. هلا الاكونت ريسيفبلز بدي اياك وانا وياك نفكر شوي. بال2000 لا 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 يا شباب لا طيب بال2006 كان عندي مدينون بقيمة 9,000 دولار، بال2007 صار في عندي مدينون بقيمة 10,000 دولار. هل زيادة المدينون من 9,000 ل 10,000 أثره موجب على الكاش ولا سالب؟ نعرف انه الفرق هو 1,000 دولار، لكن هل 1000 دولار راح تكون اشارتها موجبة او سالبة؟ يا ريت لو جاوبوني كل واحد جاوبوني. طيب زميلنا محمد عم بيقول سالب، ها زميلنا حسام عم بيقول سالب، زميلنا ميشيل عم بيقول موجب، زميلنا خالد شو بيقول؟ موجب. طيب لوسيان شو بيقول؟ شو لوسيان؟ الشباب اثنين سالب اثنين موجب. طيب اذا نحن في عنا هلا اجماع الشباب بانه زيادة الكاش موجبة. شباب رح نرجع نعيد، للأسف جواب الأقلية هو الصحيح، جواب حسام ومحمد هو الصحيح، هو سالب. طيب ليش سالب؟ تعوا نعرف ليش سالب. لنفترض يا لوسيان انا كنت مدينك 9,000 ليرة، انا يا لوسيان كنت مدينك 9,000 ليرة باول الشهر، باخر الشهر جينا عم نتحاسب طلع انه انا مدينك 10,000. اذا عمليا خلال هذا الشهر انت زايد دينك بقيمة 1000، اذا انا اثره علي بالشركة سالب، لاني انا بدل ما حصل منك كاش اعطيتك كاش، اعطيتك بضاعة، اعطيتك ديون. فاذا زيادة الاسيت اثره سالب، بس احنا ما بدنا نحفظ انه زيادة واثر ونقصان، احنا بس عم نقول بانه ببساطة خلينا نحسبها. اذا انا كان عندي بضاعة قيمة 10,000 دولار صارت قيمة 15، إذا أنا ما عاد عندي كاش ناقص الكاش واشترى هاي البضاعة. سؤال من طول بالك لوسيان، هذا سؤال هلا بجاوب عليه، خليني بس نحن بهالنقطة بس نخلص من النقطة برجع بجاوبك عليها. طيب نرجع بنقول شباب هل هاي الفكرة صارت واضحة إنه ليش الأكونت ريسيفبلز لما زادت من 9 ل 10 كان أثرها سالب؟ شباب اعملوا لي كليك اذا الكلام واضح، واذا ما واضح اسالوني. طيب يا اساتذه نرجع بنقول اذا بدي منكم هلا واحد بس، خليني حسام اذا بتريد سجل عندك على شقفة ورقة ناقص 1000 على أول السطر ناقص 1000، وخلينا نكمل. هلا الانفنتوري شباب كان في عندي 7,000 دولار مخزون، وصلوا بآخر السنة 5,000 دولار مخزون. إذا المخزون نقص ب 2000 دولار. إذا كنت تقول أن الأثر موجب اعمل لي كليك. الله كل الشباب عملوا كليك انه موجب. اذا حسام لو سمحت بالسطر الثاني، اول سطر كتبت فيه ناقص 1000 اكتب بالسطر الثاني 2000. هلا لاحظ نحن بس عم نشتغل بالكارنت اسيتس، النون كارنت اسيتس راح يدخلوا معنا ضمن الانفستمنت كاش فلو. هلا قبل ما اكمل سالني زميلنا لوسيان سؤال، قال يا هادي ليش الجين
from sale of land أثره سالب. لوسيان أنت ما كنت معنا من أول الدرس. نحن حكينا بأول درس ما يلي قلنا بأنه الكاش فلو from operating activities بينظم الكارنت أس بشوف الكارنت أسيتس والكارنت ليابيليتيز، وأي شيء بدخل ضمن الفيكست أسيتس أو الأصول الثابتة أو الأصول غير المتداولة بشوفوا الـ CFI أو الـ Cash Flow From Investment Activities. هلأ عملية ربح عملية الربح أو عفواً أرباح بيع أصول رأس مالية هي عملية الربح الناجية عن بيع Non-Current Asset. رح أرجع عيد، لما أنا ببيع Non-Current Asset وبتولد عندي ربح بحطه كأرباح أصول رأس مالية، ولما بتولد عندي خسارة بحطه خسار أصول رأسمالية. الفكرة اللي بدنا اياها هون انه احنا بدنا نشوف هلا عناصر التشغيل لان الكارنت اسيتس والكارنت لايبيلتيز شو اثرهم، بينما لانه البيع الارض او بيع الاصول الرأسمالية هو شيء متعلق بالانفستمنت اكتيفيتيز فمننقل هالكلام من هون بنحطه بالانفستمنت اكتيفيتيز. طيب اذا انا كنت ربحان 40 وهال 40,000 بتضمن 10,000 ربح أصول رأسمالية، إذا أنا لازم تشيل هال 10,000 على طرف، وإذا كنت خسران فالمعاملة معاكسة. إذا وصلتك فكرة عمل لي كليك لو سمحت. طيب إذا حطينا نحنا بأنه ناقص 1000 وزائد 2000. هلأ بنروح على السلايد اللي بعده. هلأ بدك تسمحوا لي رح خلي هدول شوي، الأسهم هدول رح خليهم شوي بس لغايات لما أرجع لورا كون عارفان شو صاير، ولا أقولكم لا منشان ما أنتوا تتخربطوا. هلأ منكمل. الأكاونت بيبل كانت 5000 دولار ببداية السنة، صارت 9000 بنهاية السنة، الفرق 4000. إذا الأثر سالب بعملوا كليك. طب إذا الأثر موجب بعملوا كليك. طيب اللي ما عملوا كليك يعني شو الأثر هون يا شباب؟ طب اللي ما عرف شو الأثر يعمل كليك. أخ يا لوسيان، أخ لوسيان انت عم تقول انه الاثر سالب، وانا راح اقول لك خلينا نشوف بس ميشيل شو بيقول. اوكي 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 بوزيتيف. اوكي طيب بهم تعرف بس ليش بوزيتيف. بوزيتيف حبيب لانه كنت انا متدين من الناس، كنت انا متدين منك 5000 صرت متدين منك 9000، فعمليا انا شلحتك 4000 زياده، وبالتالي هذا كاش ان لي وكاش اوت بالنسبه لك. طيب الوي يا حسام بالسطر الثالث حط لو سمحت زائد 4000. هلا الويج بيبل نزلت من 8 ل 4500، اذا هون في عنا عمليه تسديد عندي، فاثرها راح يكون سالب، اذا راح يحط حسام ناقص 3500. هلا الانترست بيبل انا بديت اول السنه ب 3000 صرت 3500، الاثر موجب ولا سالب يا شباب؟ اذا موجب اعملوا لي كليك. طب اذا سالب عملوا لي كليك. لا يا شباب لا تعملوا كليك يا شباب، ارجوكم لا تعملوا كليك، طولوا بالكم صلوا على هيك ما راح يمشي الحال. أنا ما اتفهمت عليك حسام، هل موجب ولا سالب؟ طيب إذا الأثر موجب ليه؟ لأنه أنا كان لازم كان ببداية السنة علي انترست ب 3000، بنهاية السنة صار علي 3500، بس أنا لسه ما دفعتهم، وبالتالي أنا صار في عندي 500 دولار وكأنه متدينهم وكأنه كاش إن عندي. زادت النسبة؟ أنا نسبة حق خالد. أنا آسف ما فهمت، أنا نسبي والله ما فهمت عليك.
interest payable ايه نعم زادت. يعني انا كلازم انا لما جيت قلت لك دائما خدها على المورد وعلى المخزون. انا هون بحالة المورد بحالة liabilities كنت ساحب بضاعة بقيمة 3000 صرت ساحب بضاعة بقيمة 3500. اذا انا خلال هالسنة سحبت 500 زيادة وما دفعت حقها اذا هذا كأنه كاش ان. صونوا في يدي يا شباب. بدي لو سمحتوا تقولوا لي انتوا هلا كل واحد يبعث لي تاكسز بيبل كانت 4000 صارت 5000 هذا كاش ان ولا اوت او بمعنى اثر موجب ولا سالب. طيب لا شباب الأثر ما له سالب الأثر موجب. خلونا نرجع نحكيها بطريقة شوي تانية. شوي الفارة هاي عم تلبكنا. شباب مع الاحترام طبعا للطريقة اللي فكر فيها اخونا حسام بانه هو اعتقد انه زادت القروض وبالتالي زادت لا 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 انا ما بدي هنفكر بهذه الطريقة. انا اللي عم بقوله نحن بدنا نتعامل بناء على الشيء التالي. اي زيادة بالليابيليتيز هي كاش ان source of cash زيادة بالكاش. يا شباب ما تنسوا نحن ان هون عم نشتغل هون مبدأ الاستحقاق. مبدأ الاستحقاق بيقول بانه ها نحن مسجل عملية سواء دفعت حقها او ما دفعت حقها. طيب نفترض انه انا كان لازم ادفع للدولة ضرائب بقيمة 4000 دولار ببداية السنة. انا علي ضرائب بس ما دفعتها مشان هيك هي payable. علي تاكس بقيمة 4000 دولار لازم ادفعها للدولة. بنهاية السنة لما جيت عم بعمل حساباتي اتضح انه صار علي 5. يعني عمليا خلال هاي السنة كان لازم ادفع 1000 دولار للدولة زيادة وما دفعتها. فالكاش اللي ما بدفعه الكاش اللي بهرب منه بعتبره كاش ان. الكاش اللي بهرب منه بعتبره كاش ان. فلذلك نحن عم نقول اي زيادة بالليابيليتيز هي كاش ان واي نقصان بالليابيليتيز هو كاش اوت. بينما الاسيت العلاقة عكسية. فكروا فيها شباب وارجوكم اللي عنده سؤال يسألني. مسج من الزميل. اوكي الحمد لله على راسي يا اخي خالد. اذا في حد عنده سؤال غير سيد خالد يسألني هلأ. حسام عندك سؤال؟ لوسيان تفضل اخي لوسيان. على راسي. طيب حسام انت اخر رقم سجلته يمكن كان ناقص 3500. اذا كان الكلام اللي عم بحكيه صح الانترست بيبل اللي فوق اللي هون تعال بس نحط شوفوا وين الانترست بيبل اثرها 500 موجب فتحت السطر حط 5 زائد 500 والتاكس بيبل طلع من ال 4000 لل 5000 اذا الاثر موجب ب 1000 حط كمان تحته 1000 لو سمحت. هلا اخر بند اسمه الديفيدندز بيبل. نحن الديفيدند بيبل بما انه عم نشتغل هون على الجاب ما راح يدخل معنا الديفيدند دفع الديفيدندز ضمن الكارنت ضمن السي اف او وانما راح يدخل بشو يا شباب يا ريت حدا يجاوبني الديفيدندز وين راح يظهر معي. ديفيدندز بيبل هلا عم بشيك عليه انا وين راح يظهر وليش.
لا يا اخي انا ما صعبت السؤال ابدا. السؤال لازم تتعرفه. نحن اتفقنا بانه في عناصر معينه ما راح يظهروا معي. طبعا جاوب السيد خالد جواب صحيح، اخونا خالد جاوب السؤال صح، واخونا ميشيل جواب صح. بس ليش انا هذا الكلام قلته؟ اذا متذكرين خلال الدرس الماضي اخي حسام، خلينا نرجع شوي بالسلايدات شوي لورا، مو لهالدرجه طبعا، نرجع قلنا بانه dividends paid حسب الجاب بدها تكون CFF، بينما الانترست paid هي CFO. فلذلك انا اي شيء dividends، كل شيء متصل وعلاقه بالdividends راح يظهر معي بالCFF. طبعا dividends paid المدفوعه. طيب هلا مثل ما كنا كمان عم نحكي، اذا متذكرين بهذا المثال نفسه كنا عم نقول بانه الانكم تاكس وكل شيء له علاقه بالتاكس حيظهر معي بالجاب تحت السي اف او. كل شيء له علاقه بالتاكس راح يظهر معي تحت السي اف او. فاذا انا هون كمان بدي ادور بالميزانيه على محل له علاقه بالتاكس، راح لاقي بانه التاكس له علاقه كمان بالديفيرد تاكس ليابيليتي. شوفوا انا وين راح احط سهم. إذا نحن في عنا دائما بس استثناءين لما بنكون عم نشتغل بالجاب. أي محل بنشوف فيه الديفيدنز البيد بنعتبره مع السي اف اف، وأي محل بنشوف فيه أي شيء علاقة بالتاكس بنحطه مع السي اف او. إذا الديفيدنز بيبل رح تظهر معي ضمن السي اف اف، والديفيرد تاكس ليابيليتي رح يظهر معي ضمن السي اف او. طيب انا كان لازم كمان ادفع طبعا شو يعني ديفيرد تاكس ليابيليتي؟ راح نروح على بحث الانكم تاكسز ونتعمق فيه لنقول بكفي، بس خلينا نتعامل معه هلا لانه كمان هو نوع من انواع الضريبه غير المدفوع. هلا اذا كان عندي بالبدايه ليابيليتي بقيمه 15000 دولار ببدايه السنه، صارت 20000 دولار بنهايه السنه، اذا الفرق هو 5000، وهذا الفرق موجب ولا سالب يا شباب؟ يا ريت نجاوب. ممتاز جدا. طيب هلا يا سيد حسام، شو كمان حطيت عندك زائد 5000؟ ممتاز. طيب لو سمحت اخي حسام اعطيني المجموع تبع هدول الارقام. شو حسام؟ طيب حسام عم بيقول انه مجموعة 8000. خلونا نرجع على السلايد اللي قبل. نحن كان في عنا 37500 اللي هو النت انكم، راح اعلم عليه. قلنا راح نطرح منه الجين فروم سيل اوف لاند يعني ناقص 10000. قلنا رح نجمع له الديبريشيشن يعني زائد 7000، ورح نضيف له ال 8000 اللي اعطانا اياهم حسام، فبيطلع الجواب 42500. اذا الكاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز هو 42500. خلونا نروح، خلونا نشوف اول شيء شو المسج اللي بعثوا لنا هالشباب. نعم نعم 42500 يا اخي محمد صحيح. اذا بالاندايركت ميثود النت انكم كان 37500، طرحنا منه ال 10000، ضفنا له الديبريشيشن 7000، طلع السب توتال 34500. اخذنا التغيرات اللي لها علاقه ب الكرنت اسيتس والكرنت ليابيلتيز ما عدا استثنائين، يا ريت تكونوا عم تكتبوا معي ملاحظات، ما عدا استثنائين هن الديفيدند بيد. كل شيء له علاقة بالديفيدند بيد بيكون سي اف اف، وكل شيء له علاقة بالتاكس بيكون سي اف او حسب اليو اس جاب. فأخذنا التغيرات بهي العناصر،
فطلع معي انه الكاش فلو فروم اوبريشن هو 42500. خلينا نخص راحه دقيقتين ونكمل شباب. مرحبا شباب، هاي رجعنا. في عنا مسج من مين؟ طيب حسام، ما بعرف هل احنا رح نكمل ولا لا. المشكلة هو برمضان احنا رح نعاني دائما هالمشكلة الصغيرة. طيب هلا انا بس كان بدي اقول شغلة سريعة، يمكن هذا برجع بقول لكم انه انا اليوم ما كان في درس مخطط، فلذلك لسه السلايدات انا ما عملت لها التنقيح المطلوب. هذا السلايد كان لازم يكون موجود قبل سلايد تبع نكمل الانكم ستيتمنت تبع الكاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز ان دايركت ميثود. بس اللي بدي اقول لكم اياه بانه هون نحن بهذا السلايد بدنا نتذكر مع بعض نحن كيف كنا نسجل عمليه بيع اصول راس ماليه، او بمعنى اخر كيف نبيع الفيكست اسيت وذ جين او وذ لوس. حاعطي هون مثال عن وذ جين. اول شيء نحن دائما نفترض بانه في عندنا شركه باعت اله بالمواصفات التاليه. الهيستوريكال كوست تبع الآلة كانت 100,000 دولار، يعني أنا لما اشتريت الآلة كان حقها 100,000 دولار. هلا الأكوموليتد ديبريشيشن تبع الآلة الاهتلاك المتراكم هو 32,000 دولار. إذا من هدول المعلومتين نقدر نعرف إنه القيمة الدفترية لهي الآلة هي 68,000 دولار. إذا القيمة الدفترية أو الأمورتايزد كوست هو 68,000 دولار. هلا سعر البيع هو 80,000 دولار. انا لحتى اعرف اذا ربحان او خسران بالاصول الراسماليه او بالاصول طويله الاجل بقارن سعر البيع مع القيمه الدفتريه. فالقيمه الدفتريه هون عندي او الامورتايزد كوست عندي 68,000 دولار، بينما سعر البيع 80,000 دولار. اذا انا شغلي مكلفتني 68,000 عم بيع ب 80، اذا انا عم بربح فيها 12,000 دولار. كيف القيد؟ هون حاط لكم انا كيف بنسجل القيد محاسبيا. انا ما عندي اشكال اخي حسام، انا ما عندي ميشيل اخي، انا ما عندي اشكال من عيون التنتين. انا بس رح اكمل هالفكره ونكمل ان شاء الله الدرس القادم. عموما بس بدي اقول لكم اياه بانه ال 12,000 هي بهالحاله تتسجل ك gain from sale of land او sale of machine، او نحن بنسميها ارباح اصول راس ماليه، ولو كانت خساره بنسجلها خساره. زميلنا والله انا بايدك يا سيد ميشيل، لانه مطيع ما له معنى وغسام ما له معنى وحسام ما له معنى، ويعني فانا ما عندي اي اشكال. لا يا لا يا معلم، لا لا طول بالك، الخساره بتنزب. احنا عم نحكي طول بالك، احنا ما كملنا الفكره. خليني اكمل الفكره قبل ما انتقل لانه نوقف الدرس. هل 12,000 دولار هاي هي ربح، فبتنزل بالانكم ستيتمنت كربح. هلا لانه سجلت كربح بس هي ما بتخص الاوبريتنج كاش فلو، فانا بستبعدها وبعتبرها بطرحها، بس ما بعتبرها خساره ابدا، بطرحها بس. تمام اوكي، اذا هاي الفكره بتمنى تكون واضحه. انا اذا انت اوكي اوكي انا اسف اخي محمد، انا فهمتك. اذا بالعكس انا هون فيني اوقف، بس انتم خبروني. اوكي 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 طيب شباب، انتم خبروني هل بدكم نوقف او نكمل؟ الخيار لكم. بليز اللي عنده مشكله يخبرني، ما في عادي يعني كل واحد في له وقته وما عندنا اشكال، بس خبروني اذا في حد عنده مشكله. والله يا اخي ميشيل، انا بس للتوضيح، انا كنت قاعد ببيتي ونايم وخبروني الشباب انه هن متفقين معكم على درس، فانا حملت حالي دغري والله واجيت مشان ما تيجي جيتكم على الفاضي. بس انا ما حدا يعني الشباب يمكن هون كان، يمكن صار في سوء تفاهم بسيط،
فانا اكيد لا تخاف يعني، اكيد انا دائما بكون على الوقت، ما تهك الهم. من عيون التنتين، هذا حقك اكيد، بس يعني اتاكد، انا عاده انا بجي قبل هون قبل درس بربع ساعه او ثلث ساعه بشكل دائم. على راسي على راسي على راسي. من عيوني يا اخي ميشيل ولو تؤمر امر، من عيوني التنتين، بس خبروني انا حتى ما فهمت، هل بدكم كمل ولا واقف؟ بس في عنا طلاب صار عم بيأذن أذن عندهم، في طلاب ما اجوا، في شباب عم بيقول، الشباب عم محتارين، عم بيتناقش ولا هل نكمل ولا نوقف. يلا خمس دقائق. طيب انا لحد الان باني ما عرفت شو اللي عم بيصير، انا راح اطلب انا ان نوقف الدرس لسبب واحد مو لاي سبب اخر، لانه نحن بدنا نحكي بس نكمل بالدرس القادم ب الكاش فلو فروم انفستمنت اكتيفيتيز والكاش فلو فروم فاينانسينج اكتيفيتيز، وهدول موضوعين مهمين بدي اياه نحن كلنا نكون عارفين شو عم نشتغل تماما بالضبط وكيف نشتغلهم. اذا في سؤال شباب ارجوكم اسالوني هلا هلا، ثلاث اربع دقائق اسئله لو سمحتوا. هل في أسئلة معينة؟ طيب بيعطيكم ألف عافية. في سؤال من سيد محمد، تفضل أخي محمد. ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك، يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله بنلتقي الدرس الجاي على خير. موعدنا القادم ان شاء الله يوم الثلاثاء، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. الثلاثاء ان شاء الله الساعه 5 بنبلش درس. مسج من الزميل. على راسي على راسي اخ خالد، يخلي لي اياك. لا يا شباب هذا واجبي، الله يسامحكم هذا واجبي. يعطيكم الف الف عافيه، وقتكم طبعا غالي واغلى من وقتنا بالتاكيد. إن شاء الله نلتقي الدرس الجاي على خير، يعطيكم ألف عافية.